مرحبا أعزائي طلابنا، وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط. هذه السلسلة راح تكون سلسلة القواعد على الكمبيوتر. راح نبدأ بأول موضوع موجود في الوحدة الأولى، هو there is و there are. ملاحظة مهمة قبل أن نبدأ الدرس، اللي تشوفوه أمامكم هو ملزمتي للصف الثالث المتوسط. إذا حابين تشتروها بإمكانكم تتواصلون وياي على الفيسبوك حتى أدليكم على الطرق اللي تقدرون تشترون بها الملزمة. يلا خلينا نبدأ الدرس. شرح الموضوع أمامكم، هناك ثلاثة طرق نستخدمها لوصف مكان. أكو ثلاث طرق نستخدمها لوصف مكان. نستخدم العبارات there is و there are للدلالة عن المكان بمعنى هنالك. نستخدم there is و there are. مثلاً there is a أو an زائدا مفرد. نستخدم there are مثلا يكون بعدها some او lots of زائدا جمع، او ممكن يكون اسم معدود او غير معدود. زين، يقول نستخدم ادوات التنكير قبل الاسم المفرد المعدود، وادوات التنكير هي الاي والان. انتبهوا لادوات التنكير، عندنا الاي والان نستخدمها قبل الاسم المفرد. ما نستخدم أدوات التنكير قبل الغير معدود. ملاحظة، لا نستخدم أدوات التنكير قبل الاسم الغير معدود، فقط قبل الاسم المعدود. رح ناخذ هسه أمثلة، بس حاولوا تكفون الفيديو وتكتبون، أو إذا تريدون تشترون الملزمة أوكي رح تكون متوفرة بالأسواق، تواصلوا وياي حتى تعرفون شلون تشترون الملزمة. زين، يقول نستخدم أي قبل الاسم المبدوء بصوت صحيح، والآن نستخدمها قبل الاسم المبدوء بصوت علة، وحروف العلة هي الأي والأي والآي والإي واليو. زين، هسه القاعدة عندي مبينة، تعالوا خلينا نطبق القاعدة. سم اللي هياتها تستخدم مع المثبت، بعدها اسم معدود أو غير معدود. مثلا سم أبلز، بعض من التفاح. شوف الأبلز تفاح معدود، لكن ممكن أقول سم رايس، بعض من الأرز. فرايس هو شنو؟ هو اسم غير معدود، اسم غير معدود. lot of تستخدم مع المعدود وغير المعدود. مثلا lots of shops، الكثير من المحلات، فشوبس معدود. ولots of snow، الكثير من الثلج، والثلج غير معدود. زين، تعالوا خلينا ناخذ مثال. There is an information desk. هناك مكتب المعلومات. تشوفون الـ A والN الآن اجت قبل الـ information لأنه مبدوءة بحرف شنو؟ حرف علة. فحطيت الآن. فهنا there is وراها الآن information desk. إذن information desk هو مكتب المعلومات مفرد. مفرد. أوكي مفرد. مبدوء بحرف علة، لذلك اختاريت الآن مو الآ. زين، there are lots of clothes shops. قلت لكم هاي ما تلفظ clothes، خطأ. نا كأنه دا أقول clothes. There are هناك الكثير من محل الملابس. Lots of. There are some shops. إذن تحفظوا لي القاعدة بهالشكل، تكونون أنتم مسيطرين على المادة. تحفظوا لي القاعدة مال سام، تحفظوا لي القاعدة مال lot of، تعرفون الأسماء المعدودة، الأسماء الغير معدودة، تعرفون الأسماء اللي مبدوءة بصوت صحيح أضيف لها أي، الأسماء المبدوءة بصوت أو حرف علة نحط لها الآن، وهكذا. زين، هسه إجينا على حالة النفي، خلينا نشوف شلون راح تتغير القاعدة. إحنا القاعدة الأولى هياتها there is A أو an زادا مفرد، و there are some أو lots of بعدين وراها جمع. لما أريد أنفي بس مجرد أحط النط بعد الفعل المساعد، صار there isn't a وبعدين الاسم المفرد. There are not أحط النط بعد الفعل المساعد، بعدين شوفوا any استخدمت مو some. سام استخدمها ويا من؟ مع المثبت.
شوفوا مع المثبت، خلي ألونها لكم بلون مختلف حتى تعرفون. مع المثبت تستخدم، لكن أني تستخدم مع المنفي. يقول ملاحظة، سم تقلب إلى أني ممكن نستخدمها، لكن lot of ممكن نستخدمها بالنفي. يعني lot of ممكن أستخدمها بالنفي، لكن ما أستخدم السم. خلينا نأخذ مثال، مثلا there is not أو there isn't، أوكي خلينا نختصرها، an information desk، لا يوجد أي مكتب للمعلومات. بالمفرد ما يحتاج هنا أقلبها إلى أني لأنه مفرد، بس أحط النات. لكن بالجمع لا، there are not lots of clothes shops. شوفوا lots of تبقى نفسها ما أغيرها، لكن لما هنا يكون عندي مثلا there are some shops، some shops تقلب إلى any shops. يعني نفترض الجملة هاي قلت لكم سووا لي اياها نيجاتيف، راح تسوون اجيبها للجملة، اوكي اقول there are، واجيب not، تقدرون تختصروها aren't، بعدين lots of تبقى نفسها، اوكي بهذا الشكل there aren't lots of shops. زين there are some shops، شلون تنفي؟ تصير there are not، نفيتها، تم تقلب إلى any، وكمل الجملة بهذا الشكل. صار مفهوم؟ إذن القاعدة المهمة إنه نقلب some إلى any، لكن lot of ممكن نستخدمها بالنفي. المفرد بس أحط له هنا not، أوكي بعد is أحط not، نفت الجملة، ما لي علاقة بأدوات التنكير الأي والأن. زين بإمكانكم أنه تأخذون صورة للشاشة، بإمكانكم أنه تنقلون، كيفكم. نأخذ بعد أمثلة، there isn't a supermarket، هنا أنا أصلها there is a supermarket، لكن أنا نفيتها من حطيت not، والأي تبقى نفسها في حالة المفرد، تبقى نفسها ما أقلبها إلى أني في حالة المفرد، بس في حالة الجمع إذا عندي سم أسويها أني. There aren't any sweet shop. زين عندنا بعد عندنا طريقة أخرى، الطريقة الثالثة لوصف المكان. إحنا أخذنا باستخدام there is و there are وأخذنا النفي مالتهن. هسه ناخذ طريقة أخرى اللي هي تقول القاعدة it has زائدا أداة التنكير الأي والآن زائد اسم مفرد، أو it's هنا مو it's، okay it has got، وبعدين lots of أو some، شوفوا أو some، بعدين وراها جمع. مثلا it has a big car park، شوفوا it has، وبعدين إجا وراها أداة تنكير، وبعدين الاسم المفرد big car park، هناك it has يعني يمتلك أو يحتوي على park للسيارات كبير. أو ممكن أقول it has got، يعني لديه أو يحتوي على، يعني من مصطلح عامي نقول هذا بي الكثير من المحلات. It has got lots of clothes shops. هالشكل. أوكي؟ بتشوفون عندي هنا قاعدة it has got هنا lots of، هنا lots of، وهكذا، أو some، بعدين الاسم الجمع. زين بالنفي تصبح القاعدة كالآتي، هسا أنا دا أخذ بالمثبت ودا أخذ بالنفي، شو تصير؟ it has تصير it doesn't have. إذا مراجعين أكو حالة من حالات المضارع البسيط اللي بيها has، إذا أرد أنفي الهاز أنفيها ب doesn't have، ترجع الهاز إلى أصلها have لأنه الأس أخذتها does، وبعدين الأي والآن زائد المفرد. أما الحالة الثانية فأكتفي أنه أحط not بصف الهاز. It has not أو hasn't got lots of أو any. تبه سام مثبت، any شنو؟ منفي.
حتقولون هنا ليش قلبناها الهاز هاي قلبناها إلى doesn't have، وهنا ما قلنا doesn't have. زين هسه تقولون إحنا ليش هنا سويت هاز، هنا سويناها doesn't have، وهنا ما سويناها doesn't have، حطينا هاز والنات. ليش؟ لأنه هنا عندي فعل أصلي and Phoebe doesn't have، لكن هنا جاي has فعل مساعد. شلون عرفت فعل مساعد؟ إن أكو فعل آخر رئيسي بالجملة، فما يصير أقول بهالشكل. شوفوا أوكي خلي أسويها لكم هنا، يعني ما يصير أقول it doesn't have و got. شوفوا كأنه صار شكل فعل got والهاف doesn't، إيش كان فعل بالجملة؟ هواية صاروا، فما يصير، ماكو شيء باللغة الإنجليزية. فأقول it hasn't، لأن هو هنا أنا جاي فعل مساعد الهاز، وكمل الجملة. زين، نعطينا مثال يقول it has، صارت it doesn't have a big car park، حسب القاعدة. و it's got lots of clothes shops، صير it hasn't got any، وممكن lots of تبقى كيفكم، أما أني ممكن أقول lots of clothes shops بهالشكل. أوكي خلي نلونها لكم حتى تفرقون. أوكي بهذا الشكل، هاي هم خلي نسويها باللون الأزرق. زين، ومثل ما قلت لكم بس تحفظون القاعدة تكونون أنتوا بالسليم. بعطيكم بعض من الأمثلة اللي هي كتاب الأكتيفيتي بوك صفحة 3. There is a clock on the wall where there isn't information desk. هنا أنا أكو AN. Where there are plants. Where there are not, أقدر أقول any job assistants. Or there is an escalator. Where there isn't a supermarket. هذا هو حل التمرين اللي عندكم بصفحة 3 من كتاب النشاط أول صفحة. مهم جدا هذا التمرين، جدا مهم، ويعلمكم شلون تستخدمون شلون تعبرون عن المكان باستخدام ذني الأدوات. إذن إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا لكم، وانتظرونا في درس جديد من دروس القواعد على الكمبيوتر. إلى اللقاء.